اليوم هيك رح نضوي على نقص الفيتامينات بالجسم. للأسف أي حدا فينا اليوم بيروح لإجراء تحاليل للفيتامينات، خلينا نقول النسبة الأكبر حيطلع معها نقص بهذا الفيتامين. واليوم الأسباب كتير كبيرة، وأهم أنه نحن اليوم بسبب الظروف اللي عم نعيشها، بسبب الظروف الاقتصادية، بسبب ضغط العمل وعدم اتباعنا لنظام صحي متنوع يلبي حاجات الجسم من الفيتامينات، عم يطلع عنا هذا النقص، وهذا كتير عم يكون له تأثير سلبي على أجسامنا وأيضا على نفسيتنا. تماما يا رشا، واليوم رح نحكي عن نقص الكالسيوم اللي كتير أشخاص بيعانوا منه، وشو هي أسبابه، وكيف ممكن نحن نعوض نقص الكالسيوم من طريقة غذائنا اليومي الطبيعي لحتى نتدارك مشاكل الأسنان والعظام اللي ممكن نتعرض لها مع الوقت. لنحكي أكثر عن هالأمور مع ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو اختصاصي التغذية فادي الخشرومي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح خيرات. صباح الخير يا دكتور، يا أهلا وسهلا بحضرتك. يا مرحبا. اليوم نقص الكالسيوم بالجسم هو شائع، وخاصة اليوم الصبايا تعاني أكثر من الشباب بسبب الاهتمامات المظهر الخارجي، إن كان الشعر، الأظافر، العظام. واليوم المرأة دائما يعني عم يكون للأسف بعمر كتير مبكر هذا النقص عم يظهر عندها. خلينا بداية نعرف بهذا الفيتامين وشو هي الأعراض اللي ممكن تظهر على الشخص اللي عنده نقص. أول شيء صباح الخير لحضراتكم الإخوة المشاهدين. طبعا معدن الكالسيوم من المعادن الهامة جدا، وبكل أسف يعني نقصه المزمن أو عبر سنوات طويلة لا يمكن ملاحظته، ولكن نحن بنشوف بالأخير التداعيات السيئة لنقص هذا المعدن. بنشوف الهشاشة العظمية مثل ما بنعرف، بنشوف هذا المريض يعني عم يتعرض لسقطات مثل ما بيقولوا بسيطة للغاية، هذا العظم عم يكون هش بسبب خسف أملاح الكالسيوم المستمر اللي موجود عنه. تماما دكتور، خلينا نحكي شوي عن العلاقة بين الكالسيوم والمغنيسيوم، هل في علاقة بيناتهم وبالإضافة إلى فيتامين دال كمان؟ تمام. هلا ما في شك إنه العلاقة يعني كتير مهمة ما بين الكالسيوم والمغنيسيوم. خلينا نتذكر إنه اثنيناتهم أساسا بيدخلوا بتركيب أو بتكوين العظم، تمام؟ فوجود هذين المعدنين أمر هام جدا لتكوين العظم. شغلة ثانية كمان ما بدنا ننساها إنه المغنيسيوم هام جدا لاصطناع هرمونات إجارات الدرق اللي هو الباراثورمون. الباراثورمون هام جدا للحفاظ على مستويات صحية من كالسيوم الدم، وبالتالي نقص المغنيسيوم سيقود حتما إلى نقص الكالسيوم بالدم. هي من جهة. من جهة ثانية الفيتامين دي يعني مثل ما بنعرف دائما بنشوف إنه هو صديقه أو القرين تبعه للكالسيوم. فيتامين دي مثل ما بنعرف بيعزز امتصاص الكالسيوم بدرجة كبيرة جدا، وبالتالي نقص فيتامين دي سيقود حتما الى نقص معدن الكالسيوم باجسامنا، وبالتالي التداعيات السيئه اللي بنشوفها لنقص الكالسيوم. طيب وقت بنقول تداعيات، خلينا بس نرجع نركز على موضوع الاعراض اللي بتظهر على الشخص. واليوم هل بتتشابه هذا نقص المعدن الكالسيوم مع نقص معدن اخر بالجسم؟ اليوم هذا الشخص شو اكثر شيء بيعاني منه؟ ممكن من الواقع نشوف ناس بتقول لك انا بس هيك يعني وقعت وقعه كثير بسيطه ادى لكسر، وهذا الشيء دليل انه العظام راحت بمرحلة هشاشة يعني. تماما. هلأ النقص المزمن اللي هو عم بيكون عبر فترات طويلة من الزمن، للحقيقة كلياتنا ما بنلاحظه ولا ممكن نشعر فيه أبدا. السبب هو الآليات المعاوضة اللي عم تتم بأجسامنا. يعني إحنا عمليا كل ما بنقص مستوى الكالسيوم موجود عندنا بمجرى الدم، الكالسيوم معدن هام بيدخل بالكثير مثل ما يقولوا من التطبيقات الفيزيولوجية داخل جسم الإنسان، ممكن نحكي عنه بعد شوي إذا حبيتوا. ولكن هذا المعدن لأني أنا بحاجته بشكل شديد للغاية، يجب أن لا ينقص أو يجب أن لا تنقص مستوياته بمجرى الدم. لهيك بنشوف دائما في عندي آليات معاوضة، هرمون جارات الدرق يستثير الكاسيرات اللي موجودة عندي بالنسيج العظمي، بيتحرر الكالسيوم بمجرى الدم، وبالتالي أنا بستخدمه بالتطبيقات المختلفة اللي موجودة. فأنا عمليا على المدى البعيد أو على المدى القريب عفوا أنا ممكن أشوف هذا النقص وتأثيراته، ولكن على المدى البعيد مثل ما اتفقنا بصير في عندي خسف في أملاح الكالسيوم، هذا المريض بيتعرض لهشاشة، سقطات بسيطة للغاية يمكن أن تؤدي إلى كسر هذا العظم. بينما إذا عم نحكي نحن عن نقص الكالسيوم الحاد، نقص الكالسيوم الحاد فينا نحن أكيد نشوف الأعراض تبعه، ممكن نذكر منها الخدر في الشفاه، أطراف الأصابع، ممكن نشوف حالات التكزز العضلي، ممكن نشوف عسر البلع. عمليا الكالسيوم يدخل بعمل العضلات الملساء بشكل كبير جدا. هي حتى القصبات معلومة طبية جديدة اليوم بعصر البلع عند الأشخاص. نعم ديسفيجيا، عصر البلع أو ما يعرف بالديسفيجيا. العضلات الملساء مثل ما بنعرف معتمدة على الكالسيوم بدرجة كبيرة جدا حتى تقوم بالبيرستالسيس اللي هي الحركات المعوية التقليدية اللي بتقوم فيها. تشنج القصبات أيضا قد يكون واحد من الأعراض اللي ممكن نشوفها.
وما ينتج عنه من أزيز. بالحالات الشديدة جدا طبعا ممكن يوصل لاختلاجات بنقص الكالسيوم الحاد. تمام دكتور، خلينا نحكي شوي عن الأغذية اليوم اللي بتساعد على امتصاص الكالسيوم قبل ما نحتاج لأدوية في الحالات الشديدة. تمام، هلأ يعني لما نقول نحن الأغذية المساعدة لامتصاص الكالسيوم فورا بتبادر لأذهاننا فيتامين دي، تمام، أو الأغذية الحاوية على فيتامين دي. يعني أنا كتير مهم بالنسبة إلي لما بدي أتناول الكالسيوم أتناوله من مصدر لربما يحوي فيتامين دي، حتى لما بدي أخذ فيتامين دي أنا يفترض أخذ الشروط أو الوسط يلي ينحل فيه فيتامين دي. طبعا عم بحكي عن الوسط الدهني. سابقا كان الشائع مثل ما بتعرفوا انه يعتمد او بتعتمد المرأة او الرجل على شرب الكالسيوم او اعتماد الكالسيوم الموجود بالحليب، ولكن كنا نروح نحن بسبب موضوع الخوف من زيادة الدهون نروح باتجاه حليب قليل الدسم. صح. تمام، الحليب قليل الدسم حقيقة حتى لو كان معزز بفيتامين دي حتكون الفرص تبعه فرص الاستفادة من الكالسيوم اقل. كلما كان الوسط المحل دهني أكثر هذا بيعني انحلال أفضل لفيتامين دي وبالتالي امتصاص أفضل للكالسيوم. طبعاً لما نقول فيتامين دي كمان نحن ممكن ناخده من مصادر الأخرى اللي هو مثلاً موجود بالبيض، أيضاً موجود بالحليب المعزز بفيتامين دي، ممكن نشوفه أيضاً بالسردين، ممكن نشوفه باللحوم وكبد الحيوانات. يعني هالمصادر كلها غنية بفيتامين دي، يمكن إدراجها بالحميات الغذائية مع المصادر الحاوية على الكالسيوم بطبيعة الحال الاستفادة من كلا العنصرين. اليوم دكتور يعني ما فينا شيء عم تذكره، يعني كتير صعب بضمن الظروف الاقتصادية اللي عم نعيشها، وهذا الشيء يعني عم يأثر بشكل سلبي للأسف. مثل ما حكيت من زمان كنا نهرب من كثير الدسم القليل، اليوم لا قليل ولا كثير، يعني تمام على الله مثل ما بيقولوا. خلينا نروح دكتور للحد المطلوب لهذا الفيتامين بي الجسم، ودائما يعني في مثل بنقوله الزايد أخو الناقص، يعني وقت يكون في زيادة بهذا المعدن بالجسم أكيد له تأثير وأضرار على الجسم. ما بين خلينا نقول الحد المطلوب والحد الفائض، يعني شو أضراره على الجسم؟ تمام، هلا الحاجة اليومية من الكالسيوم هي تقريبا 1300 ميلي جرام للرجل والمرأة. بعد عمر الخمسين المرأة والرجل تقل الحاجة له، بتوصل تقريبا ل 1000 ميلي جرام، بينما المرأة بتنزل بس ل 1200 ميلي جرام. تمام، يعني عمليا بنحاول نحن ما ننزل بشكل كثير كبير. بعد عمر السبعين سنه ممكن تكون حاجه الجنسين 1000 ميلي جرام يوميا. طبعا مثل ما تفضلتي حضرتك الزايد اخو الناقص، انا يوم اللي بتناول او بتكون عندي مستويات الكالسيوم كبيره للغايه بمجرى الدم هذا كمان راح يكون له تداعيات سلبيه. ممكن نذكر من هذه التداعيات السلبيه زياده تراكم الكوليسترول والكالسيوم ببطانه الشريان، تحديدا على الاشخاص اللي عندهم مستويات مرتفعه من الكوليسترول. وعلى فكره هذا الشيء نحن بنتحرى عنه بشيء اسمه الكالسيوم سكور. الكالسيوم سكور ممكن يعبر لي قديش هذا المريض عنده فرص للجلطات على سبيل المثال. هذا الشيء ممكن نشوفه بشكل كثير خطير على الشرايين الاكليليه يلي انسداده ممكن يؤدي الى تموت اجزاء من القلب بنسميه مايوكارديال انفراكشن، وبالتالي هذا الامر خطير للغايه. زياده مستويات الكالسيوم ايضا ممكن يؤدي الى زياده تشكل الحصيات الكلويه، هي كمان مشكلة كبيرة للغاية. نقص الكالسيوم مثل ما حكينا على المدى نقص الكالسيوم القصير مثل ما بيقولوا، يعني لا يمكن ملاحظته، في حال كان حاد أكيد فينا نشوف التداعيات السلبية تبعه. كانوا الفائض أخطر من الناقص الدكتور؟ للأمانة اثنيناتهم خطيرين. يعني هلأ نحن فلنفرض على سبيل المثال كان في عندي أنا مشكلة بجارات الدرق أدت إلى نقص بمستويات كالسيوم الدم، أيضا رح يصير في عندي أنا اضطراب بالنظم القلبي ورح يصير في عندي تكزز مثل ما ذكرنا، لأن العضلات معتمدة بدرجة كبيرة جدا على الكالسيوم. ذكرت الشرايين، حتى البنكرياس يعني حتى يفرز الأنسولين ونضبط مستويات سكر الدم هو بحاجة للكالسيوم. فتخيل قديش هذا الموضوع كثير حساس وما لازم يكون في مساس ابدا. يعني تمام دكتور، مين هم الاشخاص اللي بيعانوا من نقص الكالسيوم او الاكثر عرضه اليوم لنقص الكالسيوم؟ وهل الغذاء من الطفوله هو له علاقه بمراحل متقدمه من العمر اليوم وقت بيصيبهم نقص الكالسيوم، او احيانا في اشخاص بيعوضوا بالادويه؟ احيانا في اطفال بيعطوهم ادويه كالسيوم، في اطباء بيقولوا لا ما بيصير يتاخذ هذا الدواء بشكل مفرط او بشكل مبكر. يعني تمام هلا مثل ما بيقولوا كل حاله لها استطبابها. لما عم نقول نحن مين من الاشخاص الاكثر عرضه لنقص الكالسيوم، فابسط جواب رح يكون الاشخاص اللي بتناولوا مصادر الكالسيوم بدرجه قليله. تمام، يعني عمليا اللي بتكون حميتهم الغذائيه فقيره بالكالسيوم من الطبيعي جدا انه نشوف عنده نقص بمستويات الكالسيوم. الاشخاص اللي بتناولوا فيتامين دي ومصادر فيتامين دي ب
بدرجة أقل كمان هن معرضين لنقص الكالسيوم، لأنه ذكرنا أنه فيتامين دي قديش مهم لامتصاص الكالسيوم. ممكن نذكر أيضا بعض العمليات الجراحية التي تجرى على سوية الجهاز الهضمي مثل عمليات تجاوز المسار. أنا عمليا لما بتجاوز الاثني عشر اللي هو المكان الأهم لامتصاص الكالسيوم، فأنا معرض حالي لنقص بمستويات الكالسيوم، أي جراحات إنقاص الوزن وجراحات اللي بيكون الهدف منها الحفاظ على مستويات جيدة من سكر الدم ومستويات صحية. الأشخاص اللي عندهم أذيات كبدية وكلوية راح تكون فرص اصطناعهم لفيتامين دي المهم لامتصاص الكالسيوم كمان قليل للغاية، وبالتالي هدول الأشخاص اللي معرضين لنقص الكالسيوم. الأشخاص اللي عندهم مشاكل على سوية الظهارة المعوية مثل داء كرون، الداء الزلاقي، هدول الأشخاص كمان راح أشوف عندهم مشاكل بامتصاص الكالسيوم. الأشخاص اللي عندهم مشاكل بجارات الدرق أيضاً راح نشوف عندهم كمان كذلك الأمر نفس المشكلة. فإذا مثل ما ملاحظين الطيف واسع يعني. صحيح. طيب دكتور خلينا نروح هيك شوي للنقص، وقت بيكون الأشخاص عندهم نقص وبنسبات خلينا نقول متفاوتة اليوم علاجياً يعني. نعم. اليوم حضرتك كحكيم وبمجالك شو هي أهم الخطوات اللي بتتبعها لتعويض هذا النقص بين الأطفال والعمر الأكبر؟ تمام. هلأ نحن أول شغلة بدنا نشوف هذا النقص والتداعيات اللي أدى له. يوم اللي بيكون نقص بحدوده الدنيا، فأنا ممكن من المصادر الطعامية إني أعوض باختيار مصادر غنية بالكالسيوم وفيتامين دي مثل ما ذكرنا قبل شوي. طبعا الكالسيوم اللي دائما بيكون بالمصادر البروتينية مثل الحليب هو الأوفر حظا. يعني كاس حليب اليوم كافية؟ بكل تأكيد غير كافية. بكل تأكيد غير كافية. احنا عم نقول حاجتنا اليومية هي تقريبا 1300 ميلي جرام. تمام. كاس الحليب تقريبا فيها 240 ميلي، تمام، فالامانه الكميه غير كافيه ابدا. سمسم معدي عم تقول سمسم هذا ممكن 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 في عندي السمسم مشتقات الالبان والاجبان بكافه اشكالها، بعض انواع الخضروات اكيد ايضا تعتبر مصادر جيده للكالسيوم. دكتور كملات دائما احنا المكملات مشان الشعر والاضاءه. تماما. هذا الشيء انه بالحالات البسيطه فيني اعتمد على الأغذية، الحالات الأشد نوعا ما فأنا ممكن أدرج الكالسيوم وفيتامين دي الموجود عندي. اليوم اللي بيكون عندي في حالة يعني أصبحت ظاهرة التأثيرات السيئة لنقص الكالسيوم، فأنا بدي أمنع التداعيات السلبية لنقص الكالسيوم مثل الهشاشة على سبيل المثال، فأنا بروح باتجاه البيسفوسفونيت يلي أكيد بيثبط نشاط الكاسرات، وبالتالي أنا بمنع هذا الإنسان أنه يصير في عنده عرضة للكسر لا سمح الله. ممكن نروح للدونوزوماب اللي هي الإبرة اللي ممكن ناخذها كل ستة أشهر، كمان أيضا بتثبت البروتينات اللي من شأنها تنشيط الكاسرات. يعني الخيارات تكون حقيقة تبعا للحالة الموجودة أمامي. لكن اليوم دكتور في كتير أشخاص عم تأخذ فيتامين د بشكل فردي، يعني أنه ضروري لازم كل شخص ياخده، لكن شو المعايير اليوم لأخذ الفيتامين د؟ بده تحاليل أو بدون تحاليل؟ أو في أشخاص بيقولوا لك حبتين بالأسبوع بتكفي. هلأ نحن إذا حبينا نأخذ جرعات وقائية فقط، فأنا ممكن أخذ أسبوعياً 5000 وحدة دولية، بالذات الأشخاص اللي بيعرفوا حالهم أنه هن ما بيتعرضوا لأشعة الشمس بدرجة كافية أو ما بتناول مصادر دي بكميات كافية. ولكن خلينا نتذكر دوما مثل ما تفضلت حضرتك انه الزايد اخو الناقص. انا وقت بتناول فيتامين دي بشكل كبير للغايه فانا بعزز امتصاص الكالسيوم بشكل كثير كبير. في واحد من الامراض بنسميه احنا الهانجري بونز، الهانجري بونز هي او العظام الجائعه، بيكون فيها ترسيب املاح الكالسيوم بشكل كبير جدا، ولكن على حساب السمحاق، يعني على حساب النسيج اللي هو اساسا يولد الكريات الحمراء ومكونات الدم الاخرى، فايضا هذا شيء خطر للامانه. ذكرنا قبل شوي الحصيات الكلويه، ذكرنا قبل شوي الحصيات الكالسيوم والكوليسترول تتراكم على بطانه الشريان وما ينتج عنها من تداعيات خطره. فاذا فيتامين دي كمان يجب ان يؤخذ بعد اجراء التحاليل المناسبه لتتحرى عن مستوياته. طيب دكتور اليوم لحتى نحن ناخذ الجرعة بشكل صحيح، اليوم في بعض المحاذير يمكن في انواع ما بتتاخذ مع بعضها وخاصه الكالسيوم، كيف نحن قادرين ناخذه ونستفاد منه بشكل كثير صح؟ وهل المفروض يكون هلا الحديد بنعرف انه او الداء لازم تكون عم تاكل وجبه دسمه كرمال ينحل بالجسم وياخذ هي الفائده؟ الكالسيوم شو هي الطريقه الصح لاخذه؟ اذا عم نحكي عن المتممات الغذائيه قول الموارد الطبيعيه نحن شغالين اذا وجدت ما في مشكله. تمام تمام. هلا بأكثر من دراسة أجريت
تبين حقيقة أنه المصادر الحاوية على الكالسيوم ما في حاجة لإدراج مادة حمضية معها، يعني بمعنى أنا عم بتناول وجبة طعامية حاوية على الكالسيوم، بالذات الوجبات البروتينية يلي أساساً تستثير جدار المعدة لإفراز حمض كلور الماء، فأنا ما في عندي مشكلة أو لست بحاجة إلى إدراج فيتامين سي أو المادة حامضية لتعزيز تفكيك الكالسيوم من المصدر اللي هو موجود فيه، تمام؟ لما بيكون من المكملات، عم بحكي عن الكالسيوم موجود بالمكملات، فيفضل إدراج مادة حامضية تمام لتعزيز امتصاص الكالسيوم، يعني مثلا مثل عصير البرتقال على سبيل المثال. فعصير البرتقال مع مكمل الكالسيوم هو أمر هام للغاية. وجود عصير البرتقال المدعم بفيتامين دي أيضا كمان هام للغاية مثل ما ذكرنا، فأنا يعني عم عزز امتصاص الكالسيوم على أكثر من صعيد. تمام دكتور. هلأ بالنسبة لعوامل الوقاية، هل هي بالنسبة للأطفال نفس المبدأ عند الكبار؟ لأنه في كتير أطفال ما بيقدروا الأهل يسيطروا عليهم من ناحية الغذاء اليومي مثل ما ذكرت حضرتك الحليب وهدول القصص، اليوم كيف فينا نعوض لهم أو نحميهم من قصص نقص الكالسيوم؟ هلأ يعني تعويض نقص الكالسيوم لا يمكن أن يتم إلا بالمصادر الطعامية، ولكن هذا الطفل مثل ما اتفقنا عنده مخزون من النسيج العظمي أو حتى بالنسيج السني، للأسف على المدى البعيد بكل مرة أنا عم بتناول فيها مصادر أقل من الكالسيوم، فأنا عم بضطر للوظائف الحيوية المختلفة اللي عم تجري يوميا بجسمي، مضطر أني أنا أخذ الكالسيوم اللي موجود عندي بالنسيج العظمي. فبكل أسف هذا الطفل إذا لم يتم التعويض بشكل يومي بالمصادر الطعامية سيدفع ثمن حتما في مرحلة الشباب والمراحل المتأخرة من العمر. كلنا عم ندفع ثمن اليوم دكتور هذا النقص. خليني اسالك عن نقطه كثير مهمه، نحن بنعرف انه فيتامين نقص الحديد بالجسم بياثر على الحاله النفسيه للاشخاص، هل يوم الكالسيوم ايضا ممكن يتشابه بهذا العرض او لا؟ لا، هلا الكالسيوم مثل ما ذكرنا يعني هام جدا بشيء بسموه الاكشن بوتنشال اللي هو النقل العصبي، تمام؟ وبالتالي هو ممكن يأثر على الحالة المزاجية إن صح التعبير، ممكن يأثر على وظائف العضلات بالدرجة الأساسية. كان الشخص بخمول بمزاج غير صحيح؟ هلا كون عم نقول نحن أثر على العضلات الملساء والمخططة بآن معا، فدون أدنى شك يعني أكيد رح يأثر على. فكيف يجتمع نقص الحديد مع نقص الكالسيوم؟ نقص الحديد تماما، هلا نقص الحديد مثل ما بنعرف سيؤدي الى نقص مستويات الهيموغلوبين، وبالتالي نقص الاكسجين الذاهب الى الانسجه المختلفه، تمام؟ فانا عمليا وقت ما بيكون في عندي اكسجين كافي، ما بيكون في عندي سكر كافي، فمن الطبيعي جدا هالعضلات اللي بتعتمد على الاي تي بي يعني باليه عملها، فمن الطبيعي انه تاثر وظيفتها حتما. اكيد دكتور. هيك نحن خلص وقتنا بالسؤال ايه او لا، البقع البيضاء اللي بتظهر على الاظافر هي اللي سبب نقص الكالسيوم؟ لا، ما له علاقة بنقص الكالسيوم أبدا. ما له علاقة بنقص الكالسيوم. طيب شكرا حكيم لحضورك اليوم ولكل المعلومات اللي ذكرتها، ودائما نحن بنقول الوقاية والكشف المبكر وإجراء التحاليل اللازمة هي عم تكون سليمة للشخص وأكيد بتوفر عليه رحلة علاج كتير طويلة. شكرا حكيم، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك دكتور على المعلومات اللي قدمت لنا اياها.